الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، أهلا بكم ونشرة إخبارية مفصلة نبدأها بأبرز العناوين. الاحتلال الإسرائيلي يطوق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة تزامنا مع اشتباكات عنيفة مع الفصائل الفلسطينية. وغوتيريش يندد برفض إسرائيل بشأن حل الدولتين ويطلب بالسماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة. وضربات أمريكية على فصائل عراقية ردا على هجمات طالت القوات الأمريكية. البداية مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة. يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خاصة في الجزء الجنوبي، حيث استشهد عشرات المواطنين وجرح آخرون في قصف طيران جيش الاحتلال على مناطق متفرقة من مدينة خان يونس. وقد أعلن جيش الاحتلال أن قوات استكملت تطويق المدينة الواقعة جنوب القطاع، كما طالب السكان بسرعة إخلاء منازلهم حتى لا يتم استهدافهم. من جانبها دعت حركة حماس الأمم المتحدة ومؤسساتها إلى التحرك الفوري تجاه ما يتعرض له مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل من استهداف مباشر بمدينة خان يونس. وحذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة مطالبة الاحتلال الإسرائيلي أهالي خان يونس بمغادرة مساكنهم باتجاه رفح، خاصة وأن أكثرهم تم تهجيرهم من شمال قطاع غزة ووسطها جراء العدوان المتواصل. واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن هذه الدعوة بمثابة جريمة حرب، وحذرت المجتمع الدولي من أن نوايا سلطات الاحتلال أصبحت واضحة بتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، ما سيؤدي إلى آثار كارثية. وطلبت الرئاسة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لمنع إسرائيل من القيام بهذه الجريمة، مشيرة إلى أنها ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة وعاجلة. أعلن متحدث الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعزل مجمع ناصر الطبي ويعرض حياة الأطقم الطبية والمرضى والنازحين إلى الخطر. وقال القدرة أن الطواقم الطبية عاجزة عن نقل الحالات الخطيرة من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفى الميداني الأردني المجاور له نتيجة قصف الاحتلال المتواصل على المجمع. في غضون ذلك أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن جيش الاحتلال أغلق معظم الطرق المؤدية إلى مدينة ومستشفى الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن سيارات الإسعاف التابعة له تحاول فتح ممرات بديلة. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد المصابين لدى جيش الاحتلال بلغ 6000 مصاب بحسب المستشفيات، وهو أكثر من ضعف العدد الذي أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي. يأتي ذلك عقب مقتل 24 عنصرا من عناصر جيش الاحتلال في قطاع غزة في عملية عسكرية للفصائل الفلسطينية وصفت بالأكبر منذ بدء العدوان العسكري على قطاع غزة المحاصر. وجدد مجلس الحرب الإسرائيلي تأكيده مواصلة الحرب على قطاع غزة، وفي بيان مشترك
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وعضو المجلس بيني جانيت إن الحرب الآن في أوجها وليس هناك أي طرق أخرى يمكن أن تسلكه إسرائيل للحفاظ على أمنها. وحول مقتل 24 جنديا في غزة قال نتنياهو إن الحادث كارثية أو كارثة وسيتم التحقيق في ملابسات حدوثها، مشيرا إلى أن الحرب دائما لها تكاليف باهظة. من جانبه اعتبر جالانت أن مقتل هذا العدد من الجنود دفعة واحدة ضربة قوية للجيش الإسرائيلي. من جانبه قال رئيس الأركان الإسرائيلي هاريتس هليفي أنه سيتم إجراء تحقيق معمق حول مقتل الجنود. وأضاف هليفي أن العملية التي كان يقوم بها الجنود كانت تهدف لتهيئة الظروف الأمنية لعودة سكان منطقة غلاف غزة إلى بيوتهم بأمان. وشدد رئيس الأركان الإسرائيلي على أن الحرب ستستمر في قطاع غزة. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية أنه مستعد لتقديم تنازلات من أجل القيام بصفقة جديدة. وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو أوضح لعائلات المحتجزين أنه إذا وافق على إنهاء الحرب على قطاع غزة فسيجب التوقيع على ضمانات دولية لا يمكن انتهاكها. يقوم وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بزيارة إلى إسرائيل اليوم الأربعاء للدفع نحو وقف مستدام لإطلاق النار في غزة. ومن المقرر أيضا أن يبحث كاميرون إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وزيادة المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة والتدابير ما بعد انتهاء الحرب، كما تشمل زيارة الضفة الغربية حيث يلتقي مسؤولين بالسلطة الفلسطينية. أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أعلنت استشهاد 6 وإصابة آخرين في قصف لموقع نزوح تديره الأمم المتحدة بغزة. وقال فليب لازاريني المفوض العام للأونروا إن النازحين والمرضى والأطباء محاصرون داخل المستشفيات المتبقية بمدينة خان يونس. ودعا لازاريني جميع الأطراف لاتخاذ كل الاحتياطات اللازمة تقليل حجم الأضرار وحماية المدنيين والمرافق الطبية والعاملين ومباني الأمم المتحدة وفقا للقانون الدولي. كما أعلن مفوض أونروا أن 570 ألف شخص في غزة يواجهون جوعا كارثيا. في إشارة جديدة لاتساع هوة الأزمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أكد رئيس حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن كريس كونز أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل عائقا أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط. تصريحات كونز تأتي بعد تزايد حدة الخلافات بين واشنطن وتل أبيب نتيجة رفض نتنياهو للدعوات الأمريكية الداعية لضرورة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية موحدة. يوما بعد يوم تتعمق الفجوة بين الولايات المتحدة وإسرائيل نتيجة العدوان الذي يمارسه جيش الاحتلال على قطاع غزة ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الطرح الخاص بواشنطن بإقامة دولة فلسطينية في اليوم التالي من انتهاء الحرب، وهو ما أثار حفيظة إدارة بايدن تجاه حكومة نتنياهو المتطرفة. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أكثر من مرة عبر مسؤوليه في الإدارة الأمريكية تأييد واشنطن بشكل كامل حل الدولتين
عبر إقامة دولة فلسطينية، وهو الأمر الذي يرفضه نتنياهو والذي لا يرغب أيضا في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خوفا من المساءلة السياسية والقانونية عن أحداث 7 أكتوبر إلى جانب قضايا فساد أخرى. الأزمة السياسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل تصاعدت بعد رفض واشنطن الأطروحات الخاصة بتل أبيب بشأن السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة بعد اليوم التالي من انتهاء الحرب، وهو ما يتعارض مع الرؤية العربية والغربية والأمريكية التي تتكون من الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة فلسطينية واحدة. وفي إشارة أخرى إلى اتساع هوة الأزمة بين واشنطن وتل أبيب، أكد رئيس حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن كريس كونز أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أخطأ برفضه دعوات الولايات المتحدة للتحرك نحو دولة فلسطينية مستقلة، موضحاً أن نتنياهو لديه أهداف وطموحات شخصية وسياسية على حساب حل الصراع الحالي، معتبراً نتنياهو أنه يمثل عائقاً أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط. الخلاف الأمريكي الإسرائيلي يأتي بعد فشل نتنياهو في تحقيق أي من الأهداف التي أعلن عنها قبل عدوانه العسكري على قطاع غزة، والذي يتمثل في تحرير المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية وتدمير البنية التحتية لها في غزة والقضاء على حركة حماس ونزع السلاح من القطاع المحاصر. وعلى الرغم من الخلافات الظاهرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تستمر واشنطن في إرسال المساعدات العسكرية اللامحدودة لتل أبيب ومنذ اليوم الأول من العدوان، وهو ما جعل البعض يصف الخلاف الأمريكي الإسرائيلي حول قطاع غزة بأنه خلاف ظاهري. ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن إسرائيل وحركة حماس وافقتا بنسبة كبيرة من حيث المبدأ على إمكانية إجراء تبادل للمحتجزين والأسرى خلال هدنة تستمر شهراً بوساطة مصرية قطرية. وذكرت الوكالة أن الخطة الإطارية تأخر طرحها بسبب وجود خلافات بين الجانبين بشأن كيفية التوصل إلى نهاية دائمة للحرب في قطاع غزة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الرفض الواضح لحل الدولتين من الحكومة الإسرائيلية غير مقبول. وأضاف غوتيريش أمام جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط أن القطاع غزة يعاني بأكمله من الدمار على نطاق لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث. الرفض الواضح والمتكرر لحل الدولتين من أعلى مستويات الحكومة الإسرائيلية غير مقبول، وكان هذا على الرغم من أشد الدعوات من حتى أصدقاء إسرائيل بما في ذلك الجالسون حول هذه الطاولة. هذا الرفض وهذا الإنكار لحق الدولة للشعب الفلسطيني سيطيل نزاع الذي أصبح خطرا كبيرا يتهدد الأمن والسلم الدوليين. سيفاقم هذا الاستقطاب ويحفز المتطرفين في كل مكان. حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته ينبغي أن يعترف به الجميع، وأي رفض لحل الدولتين من أي طرف ينبغي أن يرفض رفضا قاطعا. فما هو البديل؟ أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الوقت قد حان للاعتراف بدولة فلسطينية وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. وقال المالكي في كلمته أمام مجلس الأمن إن إسرائيل ليس لديها حق النقد على قبول عضوية دولة فلسطين الكاملة، مضيفا أن الاجتماع أو الإجماع الدولي على حل الدولتين يجب التمسك به قبولا وفعلا. الأوان للاعتراف بدولة فلسطين وقبولها في الأمم المتحدة. لم نحصل على حق النقد أمام عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة منذ 75 سنة، وإسرائيل ليس لها حق ذلك الحق الآن بعد 75 سنة. التوافق الدولي بشأن دولتين في هذه الأرض ينبغي أن يحترم قولا وفعلا. لا ينبغي أن نسمع المعذير عن تأخيره،
وإن تجاهل الأرواح الفلسطينية وتجاهل القانون الدولي والإرادة الإقليمية والدولية لا ينبغي أن يستمر. الوقت ينفد، أمامنا خياران، إما إشعال النيران أو وقف إطلاق النار. بديل الحرية والعدالة والسلام هو ما يحدث الآن، علينا أن نضمن توقف ذلك الآن، وعلينا أن نضمن ألا يتكرر أبدا ثانية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن واشنطن تعطل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن شمال غزة محيا وأصبح غير صالح للسكن. وأكد لافروف أنه واجب تنفيذ القرار الأممي بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، مشددا على أن الولايات المتحدة لا يعنيها المدنيين في قطاع غزة. منطق الوفود الغربية بديهي، لأنهم عطلوا كل جهود هذا المجلس للدعوة إلى وقف لإطلاق النار، وهو الأمر الضروري. فبالتالي الولايات المتحدة وحلفائها تحاول أن تقلب هذه الصفحة في التاريخ وتنهي أمرها لكي تدخل في طي صفحات التاريخ، لكنهم يشاركون بها في حمام الدم الذي يعاني منه شعب غزة. أعاود التأكيد أن على مجلس الأمن لابد أن ينفذ ولايته في الدعوة لوقف إطلاق النار، بخلاف ذلك ما من ضامن أن لا يكون هناك استئناف في الأعمال العدائية والقتالية، بل وأن تندلع بشكل مكثف أكثر من ذي قبل. ولا بد أن نرى أيضا تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن الدولة الفلسطينية. فيما أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورني أنه يجب العمل على وقف إطلاق النار في غزة، وأضاف سيغورني أن عملية السلام لن تتم إلا بحل الدولتين ليعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ينبغي إنشاء دولة للفلسطينيين، كما ينبغي أن يتوقف العنف ضد الشعب الفلسطيني، وينبغي أن يتوقف تطرف المستوطنين. كل ذلك ينبغي أن يتوقف، وينبغي العودة للقانون الدولي. وأقول للفلسطينيين، تعرفون التزام فرنسا التاريخي بإنشاء دولة فلسطينية كدولة صديقة. نقول للطرفين إن المشوار سيكون صعبا على الجميع، على الجميع أكرر. أعربت مصر والاتحاد الأوروبي عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة. وفي البيان المشترك للاجتماع العاشر للمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، طلب الجانبان بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين وفقا للمبادئ العالمية للقانون الدولي الإنساني. وجدد الجانبان التأكيد على الحاجة إلى ضمان الإنفاذ الفوري والمستدام وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية. وأكدت مصر والاتحاد الأوروبي مواصلة العمل معا بشكل وثيق للتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة، مؤكدين رفضهما بشدة لأي شكل من أشكال التهجير الفردي أو الجماعي القسري للفلسطينيين من أي جزء من الأراضي المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية. أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن إسرائيل لا يمكن أن يكون لها أو لها حق الفيتو على إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. جاء ذلك عقب محادثات أجراها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظيرهم الإسرائيلي إسرائيل كاتس، شددوا خلالها على ضرورة قبول إسرائيل بحل الدولتين لوضع حد للحرب وإحلال الاستقرار في المنطقة. كما اجتمع الوزراء بعد ذلك مع نظيرهم الفلسطيني رياض المالكي، الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار وفرض عقوبات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن بلاده ستدعم هدنة إنسانية أطول. أوضح كيربي أن الولايات المتحدة تجري محادثات بشأن المحتجزين في قطاع غزة من خلال تواجد المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط بريت ماكوجوك بالمنطقة، مشيرا إلى أنه يبحث قضايا أخرى مثل الحصول على تقييم للعمليات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي وحماية المدنيين. وشدد كيربي على أن الولايات المتحدة ترفض إقامة منطقة عازلة إسرائيلية ولا تريد تقليص أراضي غزة بأي شكل من الأشكال.
حذرت الخارجية الأردنية من أن خطر توسع الحرب في غزة يزداد يوما بعد يوم. يأتي هذا خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيغوروني، وأكد بيان الخارجية على أن المحادثات تناولت الجهود التي تستهدف التوصل إلى وقف فوري للحرب على غزة وما تسببه من معاناة وكارثة إنسانية، كما يدعو البيان إلى ضمان استمرار الجهود المشتركة لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والعاجلة إلى الفلسطينيين. وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدتي عورتا جنوب شرقي نابلس وقرية النصيرة شرق المدينة تمهيدا لاقتحام المستوطنين لمقامات دينية. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوات الاحتلال قامت باقتحام مخيم العين غربي نابلس واعتقلت شابا فلسطينيا بعد مداهمة منزله بالمدينة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية قصفت قدرات كتائب حزب الله في العراق ردا على الهجمات التي شنتها ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران، بما في ذلك الهجوم على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق في 24 من يناير. وأعلنت أن قوات القيادة المركزية الأمريكية شنت غارات جوية أحادية الجانب ضد 3 منشآت تستخدمها ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران وجماعات أخرى تابعة لإيران في العراق. استهدفت هذه الضربات مقر كتائب حزب الله ومواقع تخزين وتدريب للصواريخ والقذائف وقدرات الطائرات من دون طيار الهجومية أحادية الاتجاه. من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الضربات جاءت ردا على الهجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف بالعراق وسوريا، وأكد في تصريحات له أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات إضافية للدفاع عن مصالحها لكنها لا تسعى لتصعيد النزاع بالمنطقة. كما أوضح أوستن إن القوات العسكرية الأمريكية شنت ضربات ضرورية ومتناسبة ضد 3 منشآت تستخدمها ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران وجماعات أخرى تابعة لإيران في العراق. وفي وقت سابق أعلنت فصائل عراقية هجومها على قاعدة عين الأسد غرب العراق بالطيران المسير. هذا وقالت الفصائل العراقية أن الهجومين جاءا ردا على المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وفقا لواشنطن تعد كتائب حزب الله الميليشيا الرئيسية في العراق وتعمل تحت القيادة المباشرة لإيران. ويشير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى أن كتائب حزب الله العراقية تنفذ عمليات عسكرية حركية وتملك جناحين اجتماعي وسياسي وتنتمي إلى فيلق القدس في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني. من جانبه أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي
أن استهداف مقرات الحشد الشعبي في القائم وجرف الصخر هو اعتداء وانتهاك صارخ للسيادة العراقية ولا يساعد على التهدئة. وفي أول رد لها أكدت الفصائل العراقية أنها مستمرة في العمليات ضد القواعد الأمريكية بالعراق، وكذلك استهداف الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر المتوسط وإخراج موانيها عن الخدمة. وأضافت في بيان لها أن العمليات ضد الأهداف الأمريكية ستستمر حتى فك الحصار عن قطاع غزة وتوقف آلة القتل وإيقاف المجازر المروعة بحق الشعب الفلسطيني. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بغداد الدكتور علاء النشوع الخبير العسكري والاستراتيجي. برأيك دكتور علاء، إلى أي مدى يمكن أن يتسع الاستهدافات من قبل الفصائل العراقية وتحديدا كتائب حزب الله على القواعد الأمريكية؟ وبرأيك هل سيتسع الرد الأمريكي عن هذا القدر أم أنه سيكون مختصر أو مقتصر على مناطق محددة لهذه الفصائل؟ نعم، شكرا جزيلا لك سيد الفاضل ولمشاهدي قناتكم الموقرة. حقيقة يعني الآن هناك تغييرات كثيرة في الموقف الأمريكي من خلال الاستراتيجيات التي تتخذ في قضية ضرب القواعد التي الخاصة في يعني حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني وكذلك بعض الفصائل المرتبطة ارتباط وثيق بإيران. الحقيقة الآن احنا نخوض حرب غير مباشرة يعني ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على الأرض العراقية، وهذا هو مبتغى إيران الحقيقي باعتبار انه دفع القتال عن جغرافية إيران السياسية والعسكرية. وحقيقة يعني الأمريكان هم محددين أهداف كاملة ولهم معلومات كاملة ومفصلة عن كل فصيل عراقي موجود وكل فصيل مرتبط بإيران موجود على الأرض العراقية. وضربة أمس يعني كانت دليل واضح على أن الأمريكان لهم علم حتى في قضية ضرب القواعد العسكرية الأمريكية داخل العراق وكذلك في سوريا، ولهم معلومات شاملة وكاملة من قام بالضربة ومن هي الفصائل المسؤولة عن هذه الضربة. فإذا يعني في رؤيتنا أنه اتساع يعني نطاق الضربات سيكون بيد الأمريكان، محصورا بيد الأمريكان. هنالك قواعد ثابتة للسياسة الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، كان في العراق وكان في سوريا وحتى في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. فلهذا هي لم تكن هذه الفصائل هي التي تتحكم، ولكن هي أمريكا هي التي تتحكم بقواعد الاشتباك، وأنا ذكرت ذلك عدة مرات في على منبر قناتي. فلهذا الأمريكان هم من يريدون أن تتسع أو تنحصر الضربة. كيف سيتعامل العراق مع هكذا، وخاصة وأن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي قال بأن ذلك يمثل انتهاك لسيادة العراق، في حين أنه كانت هناك أيضا ضربة إيرانية لقواعد أو مناطق محددة ومدن في العراق منذ أيام، كذلك اليوم تقوم القوات الأمريكية بضرب مواقع للحشد الشعبي ومقراته. برأيك كيف ستتعامل الحكومة العراقية مع هكذا وضع يزداد فيه عدم الاستقرار؟ المشكلة أن الحكومة العراقية وضعت نفسها في وضع محرج لأسباب كثيرة. هنالك لجنة مشتركة عليا ما بين القيادة العسكرية العراقية والقيادة العسكرية الأمريكية، وهذا الاتفاق تم في الشهر الثامن من عام 2023 بعد أن أرسل العراق لجنة بقيادة وزير الدفاع وبعض المسؤولين الأمنيين والعسكريين في العراق. هذا الأمر اتفق مع الأمريكان تكون هنالك استقرار كامل وشامل للأمن الإقليمي، وهذا أيضا يعني باعتبار أن الأمن الإقليمي يخص أيضا الولايات المتحدة باعتبار أن هنالك قواعد ومصالح أمريكية متواجدة في المنطقة. فأي اعتداء على هذه القواعد يمثل عدم استقرار أمني للأمن الإقليمي. نعم. وهذا أيضا العراق مسؤول عليه مسؤولية كاملة وشاملة باعتبار أن هنالك تعهدات من قبل الحكومة العراقية بحماية المصالح الأمريكية وحماية القواعد الأمريكية في المنطقة. أما قضية الانتحابات وقضية أنه الحكومة العراقية تستنكر، فأعتقد هذا الأمر يعني هو يمكن هنالك أنه اتفاق ما بين الحكومة العراقية والأمريكان على قضية الشجب والاستنكار. أما في الحقيقة فهنالك
نعم. أن هناك اتفاقيات ما بين العراق وأمريكا على هذه القضية باعتبار أن الأمن الإقليمي هو أمن يخص الولايات المتحدة ويخص العراقيين. أشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء النشوة الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. هذه هي النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. ترامب يؤمن صدارته نحو الانتخابات الرئاسية الأمريكية بالفوز في ولاية نيو هامبشاير. أهلا بكم من جديد. بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع سفير مصر بلبنان علاء موسى بحث الاستحقاق الرئاسي بالبلاد وعمل اللجنة الخماسية التي تضم الدول المعنية بالوضع اللبناني. جاء ذلك في خلال لقائهما بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة في العاصمة بيروت، وتناول اللقاء بحث تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية في ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على قطاع غزة ولبنان. على الصعيد ذاته أعلن السفير المصري في لبنان تأجيل اجتماع اللجنة الخماسية الذي كان مقررا له اليوم إلى الفترة المقبلة من أجل ترتيب مواعيد السفر فقط. النهاردة تناولنا في حديثنا مجمل الأوضاع في المنطقة، ما يحدث من تطورات وتأثيرها وتفاعلها سواء على المنطقة أو على دولنا مصر أو لبنان، وأنا استمعت إلى تقييمات دولة الرئيس بري ورؤيته للمستقبل، وأيضا طرحت عليه تقييمنا وتقديرنا لما يدور في المنطقة. طبعا تناولنا كذلك مسألة متعلقة بالشغور الرئاسي ودور اللجنة الخماسية وخريطة عملها في المستقبل، وتبادلنا أيضا آراء حول هذا الأمر، وكلها بإذن الله يعني تؤدي إلى أشياء إيجابية هتبان لحضراتكم في المستقبل القريب بإذن الله. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربتين جديدتين في اليمن استهدفتا صاروخين مضادين للسفن كانا معدين للإطلاق. وأفادت القيادة المركزية بأن الضربتين جاءتا ضد جماعة الحوثي بسبب استهدافها لسفن الشحن في البحر الأحمر، حيث عطلت الهجمات حركة الملاحة العالمية. فيما علقت الأمم المتحدة عملية التخلص من ناقلة النفط صافر المتواجدة قبالة سواحل اليمن، ما يعرض العملية التي تهدف لتجنب التلوث البيئي لفشل. وهذا وقال المتحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الوضع في منطقة البحر الأحمر واليمن خلق تحديات تشغيلية ومالية غير متوقعة، ما يصعب من مواصلة العمل على تفكيك الناقلة. يأتي هذا في وقت ينفذ فيه الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي. اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على تنظيم مهمة تهدف إلى حماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. الاتفاق الأوروبي يأتي تزامنا مع اعتذار عدد من دول التكتل عن المشاركة في هذه المهمة وعلى رأسها إسبانيا وإيطاليا. لم ينجح الأوروبيون في حسم أمورهم بشأن آلية مشاركتهم في المهمة البحرية المحتملة لدول الاتحاد في البحر الأحمر، والتي تهدف لحماية سفن الشحن من الهجمات الحوثية في اليمن، حيث قرروا البت في آلية مشاركتهم إلى فبراير القادم. وعلى هامش الاجتماع الشهري لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اتفق وزراء خارجية دول التكتل من حيث المبدأ
على تنظيم مهمة تهدف إلى حماية السفن من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، حيث من المقرر نشر 3 سفن عسكرية تحمل أعلام الاتحاد الأوروبي لحماية السفن التجارية ودعم التحالف الأمريكي الموجود في المنطقة منذ شهر ديسمبر الماضي. وزير الخارجية الأسباني خوسي ألبارياس كشف أن اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي لم يسفر عن أي قرارات بشأن آلية المشاركة في المهمة البحرية المحتملة في البحر الأحمر، موضحاً أن بلاده قررت عدم المشاركة في هذه العملية، كما أنها لن ترسل ضباط اتصال في البحر الأحمر. بدوره أكد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن دول الاتحاد ما زالت تعمل على تفاصيل عملية المشاركة في المهمة البحرية المحتملة في البحر الأحمر، والتي تأتي تزامناً مع اعتذار عدد من الدول عن المشاركة في هذه المهمة، وعلى رأسهم أسبانيا وإيطاليا. مصادر أوروبية مطلعة أوضحت أن المهمة الأوروبية المحتملة قد تنطلق بعد الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول الاتحاد في فبراير القادم، والتي تأتي في ظل انقسامات داخلية بشأن حجم مشاركة دول التكتل الأوروبي في هذه المهمة. التحرك الأوروبي المحتمل يأتي في ظل قيام الولايات المتحدة وبريطانيا بتنفيذ 9 جولات من الضربات الجوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين، استهدفت فيها مواقع لإطلاق الصواريخ ورادارات وأهداف محتملة تنطلق منها العمليات العسكرية للجماعة اليمنية ضد سفن الشحن المارة في البحر الأحمر. في نتائج شبه نهائية، حصل المرشح دونالد ترامب على 54.6% من الأصوات التقديرية في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في نيو هامبشاير، بينما حصلت منافسته نيكي هيلي على 43.5% بعد إحصاء أكثر من 50% من الأصوات للناخبين الأمريكيين. ورغم الهزيمة التي كانت متوقعة، أعلنت حاكمة ولاية ساوث كارولينا السابقة نيكي هيلي أنها ستكمل السباق للترشح عن الحزب الجمهوري. قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر. وأضافت هيئة الأركان الجنوبية أن الجيش الكوري الجنوبي رصد صواريخ كروز عديدة أطلقتها كوريا الشمالية باتجاه البحر الأصفر صباح اليوم. صادق البرلمان التركي على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في تصويت حاسم بعد 20 شهراً من المفاوضات بين أنقرة وستوكهولم، وتمت المصادقة على طلب ستوكهولم بالانضمام إلى حلف الناتو بموافقة 287 مشرعاً مقابل 55 صوتاً معارضاً، لتصبح بذلك المجر العائق الأخير أمام نيل السويد العضوية في التكتل الدفاعي.
أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي مقتل 18 شخصا في ضربات صاروخية روسية هزت أنحاء أوكرانيا. وأوضح الرئيس الأوكراني أن الضربات الروسية أصابت أيضا أكثر من 130 آخرين، مضيفا أن أكثر من 200 موقع تعرض للقصف، منها 139 منزلا. أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني ارتفاع التضخم السنوي في لبنان ليصل إلى 192% خلال ديسمبر من العام الماضي، وساهمت قفزة تكاليف التعليم بنسبة 595% بالنصيب الأكبر في تضخم الأسعار، فيما ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 207%، كما ارتفعت إيجارات المساكن بنحو 204%. حذرت وكالة فيتش من أن تداعيات أزمة البحر الأحمر ستضر بالشركات في أوروبا والشرق الأوسط، وذكرت الوكالة أن شركات أوروبا ستتضرر أو ستتحمل أضراراً حيث ستحتاج إلى زيادة احتياجاتها من رأس المال العامل نتيجة بطء نقل المكونات وارتفاع تكاليف الشحن. وخفضت معظم المصنعين أو خفض معظم المصنعين في أوروبا مخزوناتهم في 2023 مع تراجع وطأة اضطرابات سلاسل التوريد. قدر محافظ بنك إسرائيل أمير يارون أن تصل نفقات الحرب على قطاع غزة إلى 255 مليار شيكل، ما يعادل 67 مليار و600 مليون دولار. وقال يارون للجنة المالية البرلمانية إن نفقات الحرب المباشرة للسنوات من 2023 إلى 2025 بما في ذلك التعويضات والنفقات المدنية الأخرى المرتبطة بالحرب ستصل إلى 215 مليار شيكل. دعا صندوق النقد الدولي البنوك المركزية إلى التحرك بحذر بشأن خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري. وقالت النائبة الأولى للمدير العام للصندوق جيتا جوبينثان إن انتهاج سياسة نقدية أكثر مرونة يمكن أن تؤدي إلى اندلاع موجة أخرى من التضخم. رياضيا، حسم منتخب مصر لكرة اليد تأهله إلى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد تخطي أنغولا بنتيجة 37-25 في ثالث مواجهات ربع نهائي البطولة، ويتأهل حامل اللقب للنسخة الحالية إلى أولمبياد باريس في 2024 مباشرة دون تصفيات. وضمن الفراعنة تواجدهم في كأس العالم 2025 إذ تأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم سفر محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية بعد الإصابة التي تعرض لها مع الفراعنة. وتعرض الشناوي للإصابة في اللحظات الأخيرة من مباراة مصر وكاب فيردي، وتم استبداله ونزل محمد أبو جبل بدلا منه. وأثبتت الأشعة التي خضع لها الشناوي إصابته بخلع في الكتف.
في البطولة ذاتها أكد منتخب السنغال تأهله لدور 16 من منافسات كأس الأمم الأفريقية بفوزه على نظيره الغيني بهدفين دون رد ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة. سجل هدفي السنغال عبدالله سيك وإلمان ناداي. الفوز رفع رصيد السنغال إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما توقف رصيد غينيا عند 4 نقاط في المركز الثالث. وتأهل منتخب الكاميرون لدور 16 من أمم أفريقيا 2023 بالفوز على نظيره الجنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن المجموعة الثالثة. الفوز رفع رصيد الكاميرون إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف منتخب السنغال المتصدر، بينما ظل منتخب غامبيا بلا رصيد في المركز الأخير. فيما حقق منتخب أنغولا فوزا صعبا على نظيره بوركينا فاسو بهدفين نظيفين لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا، وجاء الهدف الأول برأسية من نجم منتخب أنغولا كريستوفر مابولو في الدقيقة 36 قبل أن يضيف أمبوزيني سالفادو الهدف الثاني في الدقيقة 92. وبهذه النتيجة تأهل منتخب أنغولا لدور 16 باحتلاله صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما تأهل بوركينا فاسو كوصيف برصيد 4 نقاط. فيما حقق منتخب موريتانيا فوزا ثمينا على الجزائر بهدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة بالكان، جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب محمد ديلاهي يالي في الدقيقة 37 من المباراة. بهذه النتيجة تواجد منتخب موريتانيا في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط جمعهما من انتصار وحيد وهزيمتين، بينما تذيل منتخب الجزائر ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط وودع البطولة من الدور الأول للنسخة الثانية على التوالي. حقق منتخب سوريا فوزا تاريخيا على الهند بهدف دون رد على ملعب البيت ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات في كأس آسيا المقامة في قطر. جاء هدف اللقاء الوحيد لمنتخب سوريا في الدقيقة 76 عن طريق مهاجمه عمر خربين، ونجح منتخب سوريا في بلوغ دور 16 للمرة الأولى في تاريخه بكأس آسيا بعد 7 مشاركات، حيث تأهل كأفضل ثالث. أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تمديد عقد مدافعه إيدير ميليتاو حتى عام 2028. انضم ميليتاو البالغ من العمر 26 عاما إلى المرينجي في صيف 2019 قادما من صفوف بورتو البرتغالي. وشارك ميليتاو في نادي ريال مدريد الإسباني في 143 مباراة، ساهم في 16 هدفا وأحرز أو ساهم في 16 هدفا وأحرز 11 هدفا وصنع 5 تمريرات حاسمة. ننتقل إلى منافسات التنس، حيث حجز الصربي نوفاك دوكوفيتش مقعده في نصف نهائي بطولة أستراليا مفتوحة، وتغلب دوكوفيتش على الأمريكي تايلور فيرتس بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة بوقع 6-7 و4-6 و6-2 و6-3 في لقاء دام لثلاث ساعات و45 دقيقة. ويلتقي دوكوفيتش في النصف النهائي مع المصنف الرابع الإيطالي يانيك سينر. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وهذه تذكرة بأهم العناوين. الاحتلال يطوق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة تزامنا مع اشتباكات عنيفة مع الفصائل الفلسطينية. وغوتيريش يندد برفض إسرائيل حل الدولتين ويطالب بالسماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.
للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز دوت نت، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، إكس، إنستغرام، وكذلك أيضا يوتيوب. كما يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 رأسي، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال آب ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمامكم على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.